يوم خميس 17 رمضان 1445 هجريا الموافق 28 مارس لمقر عمالة مدينة جنيفة. يتشرف خطيب الأعداد الشريفة رئيس مجلس العمالة فضلا عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس وسكان عمالة مدينة جنيفة. خطيب القراءة آيات الوداع والإخلاص إلى المقام العلي لله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإيده، ضارعا إلى عاز القدير أن يمتعه بالمطلوب الصحة والعافية، وأن يسدد خطاكم ويطيب عمركم لتحقيق آمل الشعب الوفي، مجددين السير بالسدة العالية لله ولاءه وإخلاصهم الدائمين وتجنيدهم للسير وراء جلالته لبلوغ أعلى درجات التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المملكة السعيدة. أطال عمر مولانا الأمير المؤمنين موحد البلاد وضامن سيادتها وأدام له النصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي حسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة بنت خديجة وبشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه السميع المجيب. والسلام على المقام العلي بالله خديم الأعتاب الشريفة الرئيس.